عليكم ورحمه الله وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الوصفه ديال اليوم او اجيو تحضروا معايا العشاء. بغيت نوجد العشاء، قلت غادي نوجدوا معكم تكونوا حاضرين معايا. نتمنى يروقكم ويعجبكم العشاء وما كرهتكمش تكونوا حدايا تعشوا معايا. المهم اليوم قررت ندير الكبده، طريفات الكبده مع طريفات ديال القلب. غادي نديرهم مقليين بالطريقه ديال الناس ديال زمان. بقاو معايا باش تعرفوني كيفاش كنوجد الكبده اللي كتكون مقليه بواحد الطريقه زوينه حتى هي. وما غادي حتى هي نستعمل فيها هذاك الكويز ديال الماء كيف ما درت في الصور. بقاو معايا باش تكتشفوا الوصفه للاخير. بقاو معايا للاخير باش تكتشفوا معايا الوصفات اللي غادي ندير في هذا العشاء. غادي نرافقو كذلك بواحد العصير ديال خيزو، وغادي نرافقو بواحد شويه ديال البطاطا مشرمله. اذا عندي هنايا كيف ما قلت لكم عندي الكبده، طريفات الكبده مع طريفات ديال القلب. غادي نزيد عليه واحد تقريبا واحد معلقه كبيره ديال بين القزبر والمعدنوس بهذا الشكل. وغادي نزيد عليه هاد 3 ديال الثومات، غادي نحكهم وغادي نرجع معكم. اذا كيف ما قلت لكم غادي نحك عليها 3 ديال الطيسات ديال الثومه بهذا الشكل. هاد الثومه راه كتعطي الكبده واحد الدبنينه يعني بهذا الشكل. في العطريه غادي نحتاج واحد معلقه صغيره ما تكونش عامره ديال الكمون، واحد معلقه صغيره ديال الابزار، واحد معلقه صغيره ديال السكينجبير او الزنجبيل، واحد معلقه صغيره ديال البابريكا او التحميره، وواحد شويه ديال التحميره الحاره او السودانيه. هذه اختياريه، ما بغيتوش ديروها ما ديروهاش، غير شويه يعني ماشي المعلقه عامره. واحد المعلقه صغيره ديال الملح، وواحد شويه ديال الخل، غير شويه توا شي جات غير معلقه صغيره. غادي نخلط مزيان هاد الكبده بهذا الشكل. طبعا راني غسلتها قبل ما نستعمل هاد العطريه، راني غسلتها مزيان ورقتها في واحد شويه ديال الحامض. يعني غادي نخلطها هكا باش تشرب هذاك العطريه مزيان. بهذا الشكل غنخليها مرقطه، وغادي ندوز نوجد البطاطا باش نشرملها. غادي نغطيها نخليها مغطيه واحد شويه باش تشرب هذاك القامه ديالها كيف ما قلت لكم. ونمشي نوجد البطاطا. البطاطا البنات هي نقيتها، نوريكم كيفاش غنقطعها. غنقطعها على هذا الشكل. على هذا الشكل بحال هكذا. غنقطعها كامله وغادي نرجع لكم. هي قطعتها البنات، غادي نغسلها وغادي نرجع معكم باش نقول لكم شنو غندير فيها. ما كيكونش فيها رقامه بزاف هاد البطاطا، وكتجي واحد البنه زوينه، يعني كيكونوا فيها غير شويه د الكمون وشويه ديال التحميره وشويه د القزبر والمعدنوس مع الربع صافي، وكتطلع بطاطا مشرمله واعره وخفيفه، كتجي حتى الخفه كتجي خفيفه وما كتجيش متقله على القلب. دونك غادي ناخذ الطنجره ديالي فاش غادي نطيب هاد البطاطا، غادي نضيف ليها هاد البطاطا اللي غسلت طبعا، هانتوما البنات غادي نحك هاد جوج دريسات غلاط، يعني راه تقريبا الا كان الثومه رقيقه كديروا 4 دريسات، هذا عندي غليظه غادي ندير غير هاد 2 درات ديال الثومه، غادي نحكها في البطاطا. هاد البطاطا يمكن ترافقوها مع مثلا الحوت، تقدروا يعني كعشاء خفيف تقدروا ديروها بوحدها، تقدروا ترافقوها هكا كيف ما درت انايا مع كبيده وقليب، يعني في كلتا الحالتين كتجي يعني مرافقه، او بدون او لا بلا ما ترافقوها مع شي حاجه كتجي بنينه ومغطيه طبعا. كنضيف كذلك واحد المعلقه كبيره ديال القزبر معدنوس، هي راه كتبغي القزبر معدنوس، يعني قد ما كثرتو قد ما كتجي بنينه. غادي نضيف ليها واحد المعلقه صغيره ديال التحميره حلوه او البابريكا، وغادي نزيد كذلك واحد المعلقه صغيره ديال الكمون، واحد نص معلقه ديال البزار، غير شويه ديال البزار. غادي ندير القياس ديال الملح، الواحد على حسب الذوق ديالو، وغادي نزيد الزيت. زيت المائده، الا بغيتو ديروا زيت العود ديروا زيت العود، انا غادي نزيد غير الزيت العاديه صافي. هنا البنات راه زدت واحد الكاس ديال الماء، انا ما صورتوش، ها هو كاس ديال الماء قد هذا فقط صافي، ونديرها فوق العافيه طيب على نار هادئه، نغطي عليها ونخليها طيب على خاطرها. نخلي البطاطا طيب والكبده راه مازال كترقد، وندوز نوجد العصير ديال خيزو، غادي نحتاج ليه واحد الحامضه صغيره قد هكذا، غادي نحتاج لهاد الكميه ديال خيزو تقريبا شي ربعه ديال خيزو، وغادي نحتاج الليمون، بلاتي نجيب الليمون البنات، الليمون غادي نحتاج هاد 2 ليمونات، وغادي نحتاج واحد الكويس ديال الماء، كويس ديال الماء وغادي نحتاج السكر، انا كندير غير هادي، يعني السكر كل واحد على حسب الذوق ديالو، انا كنكتفي بهاد هادي صافي. هادشي هو اللي غادي نحتاج لهاد العصير ديال خيزو. نقي هاد العناصر كامله ونرجع معكم. نخليهم يقلبوا، ما كنحيدش القلب ديالهم، هذا نخليه بالقلب ديالو. نقي هاد الكميه كامله ونرجع معكم الناس. خيزو ها هو لقيتو، غادي نقطعو بحال هكا دواور باش يسهل عليا نطحنو في الماكينه. نقطعو هكا عشوائيا كيف ما قطعتيه. العصير راه كيجي هائل، كيجي بنين البنات، كيجي صحي. خيزو كيف ما معروف عليه مزيان العينين، مزيان يعني البشره، كيعطينا برا البشره، يعني فيه فيتامينات بزاف. سيرشو هو هكا تيكون خضر، تيكون فيه فيتامينات بزاف، يعني ما تسلقيش باش هذه الفيتامينات تحيد منه، يعني كتبقى الفيتامينات فيه. دونك انا قطعته هكا. دابا نقطع هذوك الليمونات وننقي هاد الحامضه ونرجع معكم.